صدق الوعد. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. هنا إذاعة صوت الوعد، لكي يكون الوعد من نصيبك.
عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من البرنامج الروحي عمق محبة الله. يقول الكتاب المقدس: لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون، أما الموتى فلا يعلمون شيئا، وليس لهم أجر بعد لأن ذكراهم نسي، ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان، ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس. جاءت هذه الآية في سفر الجامعة أصحاح 9 والعددين 5 و6. حلقة اليوم عزيزي بعنوان: هل يمكن للموتى أن يتصلوا بالأحياء؟ فابقوا معنا. إن كثيرا من الناس عندما يحاولون أن يجدوا جوابا لمشاكلهم ومتاعبهم يقعون في غلطة كبيرة جدا، وهي استشارة الموتى ومناجاة الأرواح، وذلك لكي يصلوا لحل ألغاز حياتهم. هل تعلم عزيزي المستمع أن بعض معتنقي عقيدة مناجاة الأرواح هم من العلماء ورجال الأدب ورجال الدين، ليس فقط من عامة الشعب؟ علم مناجاة الأرواح ليس جديدا أو حديثا، فهو موجود منذ القدم. فمثلا في العهد القديم نجد في سفر صموئيل الأول قصة عن الملك شاول الذي بعدما حرم التعامل مع العرافين ذهب هو نفسه إليهم، وذلك لاستشارة الموتى. فقال شاول لعبيده: فتشوا لي على امرأة صاحبة جان فأذهب إليها وأسألها. فقال له عبيده: هو ذا امرأة صاحبة جان في عين دور. فتنكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه، وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال: اعرفي لي بالجان وأصعدي لي من أقول لك. فقالت له المرأة: هوذا أنت تعلم ما فعل شاول، كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض، فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها؟ فحلف لها شاول بالرب قائلا: حي هو الرب، إنه لا يلحق إثم في هذا الأمر. فقالت المرأة: من أصعد لك؟ فقال: أصعدي لي صموئيل. فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم، وكلمت المرأة شاول قائلة: لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك: لا تخافي، فماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول: رأيت آلهة يصعدون من الأرض. فقال لها: ما هي صورته؟ فقالت: رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل، فخر على وجهه إلى الأرض وسجد. فقال صموئيل لشاول: لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ فقال شاول: قد ضاق بي الأمر جدا، الفلسطينيون يحاربونني، والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام، فدعوتك لكي تعلمني ماذا أصنع. والسؤال هنا: هل حقا الروح أو الشخص الذي ظهر للملك شاول هو النبي صموئيل ذاته أو حتى روحه؟ بالطبع لا، لأن الأموات لا يعلمون شيئا كما ذكر الكتاب المقدس، وذلك لأنهم هم الآن في رقاد وسبات تام. إذن من ذلك الشخص الذي ظهر للملك شاول؟ بالتأكيد هو روح شيطانية مضلة. والسؤال هنا أيضا: هل يدين ويحرم الكتاب المقدس مخاطبة ومناجاة الأرواح؟ نعم، فهناك سببان هامان جدا بهما يحرم الكتاب المقدس مخاطبة الأرواح. السبب الأول: لأن علم مناجاة الأرواح يدعي بوجود اتصال أو ارتباط مع أرواح الموتى، وهذا خطأ كبير يقع فيه الكثير من الناس، لأن الكتاب المقدس يقول عكس ذلك ويوضحه في مزمور 146 عدد 4. تقول الآية: تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. وهذا يوضح أن الموتى لا يعلمون شيئا، وأن لا شأن لهم إطلاقا بأمور الأحياء على الأرض. السبب الثاني: أن الشيطان عدو الله الوحيد يدعي أن الموت أمر غير حقيقي. لقد خدع في البداية أمنا حواء، حيث قال لها في سفر التكوين أصحاح 4 والعداد 3 و5، قال لها: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. إن الكتاب المقدس يتحدث بكل شدة وصرامة ضد استخدام الوسطاء لتحضير الأرواح أو استشارتهم من قبل الناس.
ففي سفر التثنية مثلا أصحاح 18 والأعداد من 10 إلى 14 تقول الآية: لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. تكون كاملا لدى الرب إلهك. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا. هنا هجوم صريح على التنجيم ومعرفة البخت والطلاسم والتعاويذ، واستخدام الوسطاء في استحضار الأرواح، وأيضا الاستعانة بكل الأنبياء الكذبة ومن يدعون أنهم حكماء. أما في العهد الجديد يخبرنا الرسول بولس في تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وعدد 1 قائلا: ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. إن بعض الناس بل الكثير منهم قد أعطوا أهمية كبيرة للأرواح المضلة، وذلك لكي تسير حياتهم وتعرفهم ما سوف يكون في مستقبلهم. ولكن الآية الموجودة في سفر الرؤيا توضح أن هذه الأرواح الشيطانية ما هي إلا أرواح لضلال وأيضا لهلاك الناس، إذ تقول: فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. جاءت هذه الآية في سفر الرؤيا أصحاح 16 وعدد 14. إن الكتاب المقدس يوضح ويؤكد لنا أن الموتى لا يشعرون بشيء، لذلك لا يمكنهم أن يكونوا على اتصال حقيقي بأي إنسان حي، وأن الأموات لا يعلمون أي شيء، وأن هذه الأرواح هي أرواح مضلة. ففي إنجيل متى أصحاح 24 وعدد 4 تقول الآية: فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد. عزيزي المستمع، إن الذي يهتم بتحضير الأرواح أو حتى بمخاطبتها يشبه إنسانا يدخل كل رأسه في فم تمساح عظيم. فهل يستطيع ذلك الإنسان المخاطر أن ينجو من فكي هذا المهلك؟ ماذا لو أطبق التمساح فمه وقتل ذلك الإنسان؟ فهل انتفع ذلك الشخص شيئا بهذه المحاولة سوى الموت المؤكد؟ بالتأكيد لقد هلك وليست له فرصة للندم. هل تعلم عزيزي أن الشيطان وملائكته الذين طرحوا من السماء إلى الأرض لديهم قدرة عظيمة وجبارة في خداع الناس؟ فعندما تعلن هذه المعرفة عن طريق الوسطاء ينخدع الكثير من الناس ويصدقون بالفعل تلك الرسائل الآتية لهم من خلال الموتى. إن الملائكة الأشرار قد يظهرون في هيئة أحد الموتى المحبوبين، وسواء زيفت هذه الحقيقة بواسطة الوسطاء أو بواسطة الأرواح المضلة، فيجب أن نعلم أن الأموات لا يعلمون شيئا. هل تعلم عزيزي المستمع أن كذبة الشيطان عن حقيقة الموت قد أوقعت الجنس البشري في الخطية وأيضا في الشقاء؟ ولهذا السبب يقاوم الكتاب المقدس كل شكل من أشكال مناجاة الأرواح وأيضا التعامل مع الوسطاء، سواء عن طريقة قراءة الكف أو عن طريقة قراءة الفنجان أو حتى عن طريقة استحضار الموتى والتحدث معهم. نصيحتي لك عزيزي المستمع أن لا تترك حياتك للهلاك باتباعك لتلك الخرافات، لكن أدعوك أن تسلم كل حياتك للمسيح وأن تضع حياتك بين يدي الخالق، لأن الذي خلقك كفيل بأن يعولك كل أيام حياتك. وإلى اللقاء عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
أسرع إليك وأحتمي فيك، أصرت ملجأي في كل ضيق، أسرع إليك وأحتمي فيك. صليب العار قد حملته، بكل فخر
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج مدرسة الأنبياء. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن إليشع يحول مياه أريحة الردية. بنرحب في الاستديو معنا بالأسيس رزق، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. عنوان حلقتنا النهاردة احترام رجال الله، وبيذكرنا الكتاب المقدس أنه في موقف في حياة النبي إليشع في حد سخر منه. ياريت تحكي لنا القصة، القصة ديت عايزين هي القصة موجودة في سفر الملوك الثاني إصحاح 2 ابتداء من 23. سفر الملوك الثاني إصحاح 2 ابتداء من 23 بيقول: ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذ بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولد. القصة تحكي أن إليشع كان متجه إلى بيت إيل، ماشي رايح لبيت إيل، صحيح، وكان في حادثة صعود إليه من قبل الموضوع دوت ما يحصل معه. فكانوا الناس اللي موجودين في المنطقة والغالبية العظمى أشاع الخبر بصعود النبي إلي إلى السماء بالمركبات النارية. فمجموعة من الصبيان أو من الشباب، صبيان يعني كانوا ما كانوش لا أطفال ولا كانوا كبار زيادة، لا يتراوح عمرهم ما بين 18 وفوق، مش أقل عن 18 أو 16 سنة. تمام. الصبيان دولت قعدوا يزعقوا بصوت عالي وراء إليشع ويقولوا: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. يعني ايه؟ يعني عايزين يقولوا له يعني ان إلي بيقول يحكي عنه كتاب المقدس كان رجل مشعر، فهو إلي المشعر صعد، واما انت يا أقرع فلم تصعد، فاصعد يا أقرع انت تاني. ساخرين بيتريقوا عليه، صحيح، بيتريقوا عليه. ودي يعني قد ايه نشوف مدى جرم الناس اللي بيستهينوا برجال الله. وإليشع هو ماشي والناس الشباب ابتدوا يسخروا منه وبيزعقوا وبيصرخوا بصوتهم العالي، مجموعة كبيرة بيقولوا: اصعد يا أقرع، نصعد انت التاني زي معلمك، زي أستاذك اللي كان قبليك، اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. بيقول الكتاب المقدس ان إليشع التفت ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، ولعنهم باسم الرب. فخرجت دبتان من الوعر، الوعر اللي كان حواليه هو ماشي من وصيه، حتة أرض زي كبيرة مثلا فيها أشجار كتيرة بنسميها الوعر، مليانة بالأشجار المزدحمة من كل مكان. خرجت الدبتان عليهم من الوعر دوت وافترست. شفتوا قد ايه يعني، شفتوا كمان نعمه ربنا في النقطه ديت ايه؟ ان اتنين دبتين ازاي قدروا يسيطروا ان هم يفترسوا 42 او يقتلوا 42 شاب في الوقت دوت. وده دليل ان دي مخافه الرب ليه أولاده على على إليشع، من أجل إليشع. صحيح، صحيح. خلى الخوف ورعب يقع على الاثنين واربعين والدبتين يفترسوه. صحيح. طيب هل إليشع طلب من ربنا أن تخرج الدبتين دول وتفترس الأولاد الصبيان دول اللي بيسخروا منه؟ زي ما قلنا في القصة، إليشع ما طلبش من ربنا أن هو يهلكهم، إليشع لعنهم باسم الرب. يعني عايز أقول في النقطة ديت: لا تدينوا بل اترك الدينونة لله. فليش ألعنهم باسم الرب؟ يعني الرب هو اللي يتصرف معاكم. إذا أنتوا بتستهينوا بي يبقى أنتوا بتستهينوا بالرب، لأن الرب هو الذي أرسلني. وهنا القصة دي بتعلمنا حاجة جميلة تاني برضو، بتعلمنا شيء كويس جدا، أن أنا مسخرش من الناس اللي قدامي إذا كان عندهم مثلا أي حاجة عاهة، أي نوع معين من العاهات سواء كانت خلقية أو غير خلقية، سبب حادثة أو سبب أيا كان، مسخرش من الناس اللي قدامي
واتريع عليهم، لأن كل الناس خليقة الله، وخليقة الله حسنة ليس فيها أي شيء دنس ولا رجس. شفت قد إيه؟ فإليشع ما طلبش الدبتين أن هم يهلكهم، أن هو يجي يفترسوا منهم، ولكن إليشع لعنهم باسم الرب. يعني ترك الدينونة لله، يا رب أنت لا تتصرف فيهم، يا رب أنت لا تحكم بيني وبينهم، يا رب أنت لا تنتقم ليا، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فأنا مش أنتقم منكم، أنتوا بتلعنوني وأنا خادم الرب، ربنا هو اللي أنتقم منكم. طيب ليه إليشع لعن الصبيان دول باسم الرب، مع أنه هو جاي برسالة، المفروض جاي برسالة الخلاص؟ نعم، جاي لخلاص الناس، مش لإهلاكهم. نعم، فليه لعنهم؟ يعني المفروض أنه هو جاي يخلص باسم الرب. نعم أنا قلت وما زلت أوضح مرة تانية، لعنهم باسم الله أي ليست في إيده، في يده الانتقام. مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. إذا إليشع هو اللي طلب بحاجة تانية وطلب وسمى النقمة إزاي ينتقم، يبقى مش هيستجاب لي. فأنا دايما حتى لو أسيء إلي، حتى لو وسيء لي من أحد الأشخاص، ما حاولش أن ننتقم. وعندنا أمثلة كتير على فكرة في الكتاب المقدس حلو قوي، عندنا على الأقل أستعين باثنين، رب المجد بنفسه يسوع المسيح، وعندنا استفانوس. وعندنا استفانوس رب المجد على عود الصليب قال إيه؟ يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واستفانوس قال إيه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. صحيح. وإليشع قال إيه بقى؟ إليشع لعنهم باسم مين؟ باسم الرب. إذن إليشع ترك النقمة وترك العقاب بين إيدين الله، بين إيدين الله. أنا أسمع عن قصة شاب يعني كده كويس، كان متدين وكان مع زمايله في الكلية، ولما زمايله وأصدقاء بيجوا كلموه قالوا له يا فلان إحنا دايما لما حد يسيء لينا دايما بنحاول ناخد حقنا، ما بنسيبش، أنت ليه مش عايز تاخد حقك؟ ليه بتسكت؟ ما بقولكش ان ربنا يسامحك، خدنا بركه. ايه يعني خدنا بركه وربنا يسامحك؟ يا ابني خد حقك زينا. رد الشاب في كل بساطه وفي كل محبه، قال لهم لو انا هاخد حقي وحاولت انا اخد حقي بنفسي كانسان كبشر، هاخد حقي بنسبه كام في الميه؟ رد واحد كده متسرع في كلامه 99%، يعني هياخد واحد عضلات، قال له انا بسيب حقي للي يجيبهولي بنسبه 100%. صحيح. أنا مش هنتقم لنفسي، هو احنا المفروض نسيب حقنا، دع الدينونة للديان، سيب النقمة لله. مش يعني ليه. الرب هو اللي انتقم لنبيه إليشع. مظبوط. الرب هو اللي انتقم لنبيه إليشع. صحيح. طيب هل كان عدد الصبيان اللي افترستهم الدبتان كان 42 بس، ولا الكتاب بيذكر أكتر عن كده؟ سؤال جميل جدا وحلو خالص، ومذكور برضو في الكتاب المقدس. هقولك هم كانوا قد ايه، بس انا مش هقولك عددهم كلهم. اللي افترسهم الدبتين كانوا 42. اصل 42 ده عدد كتير يعني. ال 42 ده اللي افترست ايمين بحمله ورا إليشع. اللي افترستهم الدبتين هم دول اللي من وسط المجموعه اللي كانت ورا إليا، يعني ورا إليشع، يعني أقدر ورا إليشع، يعني كان جيش، كان مجموعة كبيرة. والكتاب المقدس بيقول لنا فافترست منهم 42، يعني كان مش كله، لو كلهم كان قال كل افترستهم، فافترست يعني ال 42 مثلا كلهم طالعين الغرض السخريه من رجل الله. بالظبط كده، ما هي دي النقطه الاساسيه اللي احنا بندور واللي احنا بنناقش فيها النهارده مع بعض. النقطه الاساسيه هنا الجيش دوت كان جاي منين؟ جيش الصبيه ده اللي كان بيسخر من رجل الله الذي يمثل خدام الله في عصرنا الحالي. هما اولا ما كانش عددهم ال 42، ما كانش عدد كل الصبيه اللي ورا اللي كانوا بيسخروا من النبي إليشع، لان الكتاب المقدس قال فافترست منهم 42، يبقى منهم. صحيح. مش كلهم، بس افترسوا 42، فده ما كانش عددهم ال 42، كانت مجموعه كبيره بتسخر من نبي الله ورجل الله إليشع. صحيح. طب يمكن بعض الناس تقول انه الصبيه دول العقاب بتاعهم كان شديد او كان غير عادل، انه
مش عشان قالوا يا أقرع يا أقرع يقوم الدبتين يطلعوا عليهم كده مباشر يفترسوهم، يعني المفروض كان يبقى فيه فرصة مثلا. كانت قدامهم الفرصة، كانت قدامهم الفرصة مرة واثنين وثلاثة، ومعروفة في سياق القصة وفي سياق دراستنا للكتاب المقدس ان الفرصة كانت قدامهم. الصبية دول كانوا منين؟ مش ممكن ابدا يكون من بين اولاد الله انهم يسخروا برجل الله، صحيح اطلاقا. ولكن اولاد الشيطان هم للشيطان زي ما قال الكتاب المقدس. هؤلاء طبيعة مخلوقة للصيد والهلاك، صحيح. اذا هم لم يكونوا ايه؟ لم يكونوا أولاد الله، بل هم أولاد الشيطان. ليه؟ لأنهم تابعوا الشيطان. إزاي؟ نجيبها واحدة واحدة. من وقت إليه لما قتل أنبياء البعل، فدول الشيطان عايز ينتقم، فسخر من رجل الله إليه إليشع، وأرسل هذا الجيش، لأن إليشع ما كانش بيتأكد أنهم دول مجرد صبية مع نفسهم بيلعبوا في الشارع. ولما شافوا إليشع معدي وهو رجل أسلح أو أقرع، فابتدى يسخروا من 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 قرعتي. لا، ده هم كانوا بينتقموا، كانوا عايزين ينتقموا لما فعله أستاذ أو المعلم بتاع إليشع، نبي الله، رجل الله إليه اللي كان قبل إليشع. فعايزين يقولوا له يعني اللي أشعر اللي كان قبليك صعد وانت ما صعدتش، ما تصعد زيه. وكانوا بيتريقوا مش عليه هو نفسه، كانوا بيتريقوا على ربنا، فإليشع لعنهم باسم ربنا اللي بيتريقوا عليه. شفت قد ايه ليش ألعنه باسم ربنا اللي بيتريق عليه في شخصه. ودي تعلمنا حاجة، ان احنا نأكد على اولياء الامور لاولادنا في البيت احترام رجال الله او رجال الدين، صحيح. ايا كانوا، صحيح. او ايا كانت ديانتهم او ملتهم، احترام المتبادل الكامل لرجال الدين ورجال الله، لان مش انا الله عاقب. ثانيا، ما اسخرش من غيري، أقدم الاحترام وأقدم كل تعديد لكل الناس، لأن الخالق هو الله. أليس هو الله الخالق الفم والأذن وخلق كل الإنسان؟ صحيح. يبقى ليه أسخر من قدامي إن كان أعور، إن كان في حاجة في عينيه، إن كان في حاجة في شعره، إن كان في حاجة في أي شيء يعيبه في جسمه؟ من اللي خلق هذا الإنسان؟ صحيح صحيح. فإذا أنا سخرت من مخلوق ما، سخرت من خالقي، صحيح صحيح. والنقطة الأساسية والمهم احترام خدام الله. طب دلوقتي أسيس بنتوقف لفاصل ونرجع نكمل نقاشنا في هذا الموضوع، ونلتقي بعد الفاصل. شكرا. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي. Show.
سامة يعيش فيها الخطاة ويسلكون، والخطية مقبرة يتوارى فيها موت النفوس وفيها يرقدون. لكن رب قائل الخطاة يمشون وينجحون بل ويضحكون. كلا يا صديقي، إنهم كالطير يسبحون فمن الألم يرقصون. وفي الحقيقة إن كثيرين من الأحياء خطاة موتى كتابيا وأدبيا، وبعض الموتى في المسيح أحياء روحيا وأبديا. نعم، فأجرة الخطية هي موت. لذا تحولوا من نفوسكم الساقطة لصليبه، لأنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أيها المتألم بلسعة الحية القديمة إبليس، التفت إلى المسيح الحي والمحيي، التفت إليه بالثقة الكاملة في كمال خلاصه، بالتوبة القلبية المرتمية في دفء محبته، بالعودة الأمينة الملتمسة لعفوه وغفرانه. فالمسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. وهو ينادي: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. اخلصوا، هذا هو الخلاص وأعظم غاية. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد. أهلا
وسهلا بكم مرة أخرى بعد الفاصل، ونعود لنكمل حديثنا مع القصة رزق في هذا الحوار. اتكلمنا قبل الفاصل عن أنه ممكن بعض الناس يقول أنه ده كان عقاب مش عادل للصبية، أو حجم الخطأ ما يدعيش أنه يبقى العقاب بالشكل ده. احنا هنا بنتكلم عن عدالة الله. الله عادل، صحيح، والرب ترك لهم بدل الفرصة مرة واثنين من وقت ما كانوا في عصر إليه مرارا لحد وقت إليشع النبي، صحيح، لهم ولا أهلهم تابوا ولا فيه توبة، لأنهم كانوا من خلفية وثنية، صحيح. فإذا ما حدث لهم كانت من عدالة الله، لأنهم ما كانوش بيسخروا من إليشع، ولكنهم كانوا بيسخروا من إله إليشع، صحيح. شفت إزاي؟ فاللي حصل ليهم والافتراس من الدبتين لل 42 كانت تتميم للعدالة الإلهية في ما سخر به من الإله الحي من الله. فده اللي احنا بنقوله النهاردة، صحيح. بنقوله عشان كده عندي شوية آيات معلاش عايز أقراهم، كم آية كويسة عايزين نقراهم هنا في الكتاب المقدس، في لوقا 10:16، في لوقا 10:16 الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. صحيح. يبقى إذن دول تمت فيهم العدالة الإلهية. ليه؟ لأنهم أولا ما سمعوش، ثانيا سخروا، صلبوا قلوبهم، تمام، وأصروا على عمل الشر والعناد، وكمان سخروا من نبي الله ومن الله، صحيح، اللي هو أرسل مين؟ اللي هو أرسل إليشع. وعشان كده ربنا ساب العقاب ده للآخر، وكان عطيهم الفرصة، ولكنهم تمادوا في عمل الشر، زي ما قال إلي النبي لأخاب: أليس لأنك بعت نفسك لعمل الشر. نشوف معلها شفاء، عندنا آية تاني بقى، تفضل. بالنسبة لهم هم برضو، شوف أن قد إيه ربنا عادل مع بالنسبة لهم، موجودة في رومية، في رومية 2 ابتداء من آية 4، جميلة جدا، من آية 4-7: أم تستهين بغنى لطفه؟ ربنا طول صبر عليهم، طول بال عليهم أو صبر عليهم أو، صحيح، يبقى ربنا برضو ما ظلمهم شو، عشان السؤال يتجاب باستفادة أكتر. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ليه ما تبتوش؟ الله لا يصر بموت الشرير، صح، الله جاي عشان يخلص مش علشان يهلك. الرب عايز كل الناس، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يعملوا إيه؟ يقبلون، صحيح. شفت؟ فهنا لكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعمال. حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. اللي بصبر بقى هنا ما نقدرش نقول أن ربنا ظلمهم أبدا، ولا ليشع انتقم منهم، لا، ده هم اللي عملوا كده في نفسهم، صحيح، هم اللي عملوا كده في نفسهم. ربنا صبر عليهم كتير وادهم فرصة كتير، ولكن هم صلبوا رقابهم على عدم التوبة، صحيح. يعني الكتاب المقدس زي ما حضرتك ذكرت في الآية الأولانية بيحثنا على احترام رجال الله، وفي نفس الوقت ادى كمان فرصة ليهم، يعني دي كانت آخر مرحلة ان الرب يسمح، يعني كان اداهم فرص قبل كده عشان يتوبوا، لكن هم ما كانوا مستمرين في خطاياهم. بالضبط بالضبط. طيب ممكن حد يسأل يقول لك: ألم يسخر إلي النبي من أنبياء البعل؟ ربما يعتبر هؤلاء الصبيان هذا الفعل ردا على ما قام به إلي من سخرية وما فعلوا بأنبياء البعل، فعايزين ينتقموا لأنفسهم أو للهوية اللي بينتموا ليها، أو نعم، للبعل بتاعهم. في نظر البعض يقول أن إلي سخر، ولكنه لم يسخر من أنبياء البعل، هو كان بيكلمه بحقائق كانت فيهم. أنا لما بقولك بحقيقة فيك تيجي تتكلم عليا وتقول لي أنا بسخر، يعني مثلا إليه لما كلم كان بيقول لأنبياء البعل كانت حاجة هم مؤمنين بيها، دي ما زعلتهمش، دي ما تضايقهمش، هو ما كانش بيستهين بيهم، لا، ده كان بيكلمهم حقيقي، كان بيقول لهم نادوا يمكن يسمعكم، يمكن في سفر ولا في رحلة، صحيح، يمكن في نوم عميق، نادموا عايز يعرفوا من إلهكم ده إيه.
يا جماعة إلهكم ده إله جامد، بس أنا أعطيكم فرصة برضو مرة تاني، أنا زي ربنا ما بقول ما أعطينا فرصة، أنا بديك فرصة، نادي بأعلى صوت، نادي بأعلى صوت. لو إلي ما قالش كلام دوت كانوا يقولوا أنت ما أعطتناش فرصة، أنت ما أعطتناش فرصة أن احنا نقدم الذبيحة كما يجب، أنت ما أعطتناش الفرصة أن احنا نمارس عبادتنا كما يجب، أنت ما أعطتناش الفرصة أن احنا ننادم على إلهنا ونصلي له يا أخي كما يجب. ولكن إليا يمكن بالعكس، إليا كان بيقول لهم لا شد حيلكم أكتر عن كده، ده ما كانش سخورية، بل بالعكس كان عطيهم فرصة. ليه أنا أحسبها سخورية؟ طب وإيه اللي حصل في الآخر؟ ما سمعش اللي حصل في الآخر. لو قررنا هذه الحادثة وهذه الحادثة الأخرى بتاعت إليشع هنلاقي شتان الفرق. ليه؟ عند وقت إليا إلههم كان لا مجيب، لأن إلههم جماد صحيح. صامت ما كانش إله، كان حجر أصم. وأما إله إليشع فهو الإله الحي الخالق الكل الذي استجاب في الحال، فليه أنا أقارن بين وثن وبين إله؟ إله حي. فهذه لم تكن سخرية، بل حث من داخل إلي عليهم عسى وعلى يرجعوا في وقت في الوقت دوت. على فكرة في حاجة جميلة جدا، طب لو هم بطلوا ينادموا ووقفوا ما قدموش الذبيحه، كان ممكن ربنا يرجع عن الخطيه اللي كان ممكن، عن الشر اللي كان ليش ايليا ما يقتلهمش؟ اكيد، لانهم كان يعرفوا غلطهم ورجعوا عنه. لكن هم تمادوا ينادموا، ابتدوا يجرعوا في نفسهم وابتدوا يعملوا ما ابشع ابشع من اللي كانوا بيعملوه، في اكتر من نص يقطعوا في هدومهم ويجرعوا في لحمهم. صحيح، يعني تاني بقى بعد كده استمروا في ولائهم للبعل رغم ان هم البعل بينادموا عليه طول اليوم ما استجابش ليهم. هو إليه ما جرحهمش، إليه ما جرحهمش، اللي عملش فيهم حاجه، هم اللي جرحوا نفسهم بنفسهم. صحيح، بس في الاخر قتلهم. قتلهم ليه؟ لان تعال نرجع لإليشع مره تاني، معلش إليشع عمل ايه؟ كلمه واحده بس، لعنهم باسم الرب، وما عملش حاجه إليشع، لا جري وراهم ولا اتكلم. ربنا هو اللي انتقم، لان الله هو منتقم جبار، مش احنا مالنا ومال الكلام ده كله. ربنا يعني هو اللي ليه النقمة أنا أجازي، فما أقدرش أقول إليه صخر، عشان كده أنا التاني أصخر. صحيح صح؟ طب إيه هي أضرار السخرية بالغير، سواء كان من رجال الله أو من أشخاص تانين؟ أضرار السخرية بالغير، الكتاب المقدس يحذرنا من الاستخفاف من أولاد الله. لا تمسوا مسحائي ولا تهينوا أنبيائي. صحيح صح؟ لأن من يرزلكم يرزلني، ومن يقبلكم يقبلني. وجميع رؤوسكم هي محصاة أمامي، قال الرب، ما تخافوش. فإذا أنا عبد وخادم للرب، الرب هو اللي يهتم بي، واللي بيستخف بخادم الرب بيستخف بالله. فخدم الله ليهم أكرمهم، صحيح. خدم الله يجب أن نكرمهم، حاش لي إني أكرم الذين يكرمونني. ونكمل بقى الآية، والذين يحتقرونني يعملوا إيه؟ يصغرون. صحيح. ليه يعني؟ أنت ليه بتحتقر؟ طب يا رب أنا احتقرناك في إيه وأكرمناك في إيه؟ أنا عايز أنا شفتك ولا أكرمتك؟ يقول الكتاب المقدس في العهد الجديد، بما إنكم فعلتوا بأحد هؤلاء الأصغر فبي فعلتوا. أولاد الله، خدام الله، رجال الله، أنبياء الله ورسله، لازم ان احنا نقدم لهم التعضيد ونقدم لهم الاحترام وكل الاحترام، لان الرب طلب منا كده، قال اطيعوا مرشديكم في الرب. صحيح، اطيعوا مرشديكم في الرب. صحيح. لان هم ساهرين على كلمه الله بيدوها لنا، اللي بيتكلمونا بيها وبيعلمونا بيها، اللي بيطلبوا لنا الخلاص من قبل الله. الرب بيرسل انبياء ورسله عشان يدينا الخلاص من هو اللي بيخلصنا، لكن من خلالهم. النبي ده عباره عن ايه؟ عباره عن توصيل لرساله، رسالة خلاص. أنا جاي لك برسالة خلاص، وأنت عليك إما تقبل أو ترفض. فإلا علي أن أنا أقدم الاحترام لرجل الله. صحيح. شفت قد إيه؟ صحيح. طيب إزاي بينظر الله لمحبات الوجوه أو احتقار الآخرين؟ ربنا في آية حلوة هنا بيقول لنا فيها في الكتاب المقدس، في أمثال 14:31، تعييرات معيريك وقعت علي. صحيح. فعلشان نقدر نقول ونجاوب على السؤال، واضح جدا، إذا أنا احترمت وإذا أنا سمعت
وإذا أنا خضعت بيرجع لنفسي أنا. صحيح. يعني بعيدا عن رجال الله، يعني ممكن بعيدا عن رجال الله ممكن أحتقر شخص آخر أو أسخر منه، حتى لو كان شخص آخر، حتى لو ما كانش رجل الله أو خادم أو قاعد قدام الله. إذا أنا سخرت من مخلوق يبقى أنا سخرت من خالقه. صحيح. لأن الكتاب المقدس علمنا برضه في سفر أمثال سليمان الحكيم قال لنا كلمة جميلة جدا، لا تضع معصرة أمام الإيه؟ الأعمى ومن أمام الأشيب تقف. شفت قد إيه؟ وعلشان كده أحبائي أنا أناشد كل الوالدين إن هم يعلموا أولادهم التربية الحسنة في احترام الكل حتى للكبير، لأن اللي بيحترم بيحترم نفسه، واللي بيبغض بأمانة هو بيبغض نفسه. لا تضع معثرة أمام الأعمى. الأعمى مينفعش أن أنا أعير، لأن هو مين اللي خلقه؟ الله. ربنا. الله. لو في واحد أعرج مين اللي خلقه؟ هو ربنا. لو في واحد أزلع زي ليشع وسخرية الصبية ليه؟ مين اللي خلقه؟ هو ربنا. فأنا مينفعش أعير أي حد. صحيح. أترك كل واحد، وانت اهم كل ما عليك انت تهتم قصد الله في حياتك. صحيح. ولا تخرج كلمه رديه من افواهكم، لان كل كلمه بطاله سوف تعطون عنها حسابا في يوم الدين. صحيح. فحتى السخريه من الغير مش رجال الله بس، لازم ان نحترم حتى الغير. عموان بنشكرك كتير يا قسيس، وكده وصلنا لنهايه حلقتنا. نشكرك على شرحك الوافي، تابعونا والى اللقاء في حلقه قادمه، وسلام الرب معكم. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.